مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في مستهل لحلقة جديدة من برنامجكم الاخباري تحت الضوء، والتي يسعدني ان استضيف لكم فيها السيد احمد السارم المختار السارم، وهو نقيب الصحفيين الموريتانيين. اهلا بكم سيد النقيب، ونشكركم على تلبية الدعوة. احتفلت بلادنا اليوم بالعيد الدولي للصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل سنة. قد اختارت بلادنا منذ 2009 الرهان على حرية الصحافة كخيار استراتيجي بغية تكريس الديمقراطية وتعزيز ممارستها مما مكن البلاد من أن تصنف ضمن الدول الأولى عربيا وإفريقيا، وللسنة 6 على التوالي في مجال حرية التعبير وفق تصنيف مراسلنا بلا حدود. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع نناقشه الليلة في المحورين التاليين. ما نتائج التقدم المضطرد الذي شهدته حرية الصحافة في موريتانيا؟ كيف يتسنى التوفيق بين الحريات والالتزام؟ وقبل الدخول مشاهدينا الكرام في النقاش، ندعوكم لمتابعة العنصر التمهيدي التالي ثم نعود. رهنت موريتانيا على الإعلام كركيزة أساسية لتكريس الحقوق الثابتة للمواطنين في الحق في الاتصال والحصول على المعلومات والولوج إلى مصادرها بيسر وسهولة ضمن عملية التحول الديمقراطي، واعتباره الوسيلة الأنجع لتأطير وتوجيه عملية الرقي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وترسيخ الحكمة الرشيدة ودعم الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد وتنمية ثقافة الحوار بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين لتقريب وجهات النظر وتوجيه مختلف الآراء بما يخدم الثوابت ويعزز الوحدة والسلم الاجتماعية ويجنب أوطاننا مخاطر الصراعات السياسية والطائفية والتشرذم. مسار بدأ منذ العام 2009 وتجسد في إصلاحات قانونية لبت مطالب صاحبة الجلالة، أحلام قضى جيل صحفي كامل حياته في العمل من أجل الوصول إليها، أو قل بعضها على أحسن تقدير. لكن الإرادة السياسية الصادقة حين تلتقي بالمطالب المشروعة يتحول الحلم إلى حقيقة. بدأ المسار بإصدار القانون 045/2010 المنظم للفضاء السمعي البصري، والذي سمح بإطلاق قنوات تلفزيونية وإذاعية، ووفر الإطار القانوني الناظم لتجربة طالما راودت ممتهني الإعلام في بلاد المنارة والرباط. وقد مثل مرحلة فاصلة في تاريخ المشهد الإعلامي الموريتاني باعتباره استجابة مقدرة للمطالب القديمة المتجددة لمختلف المهتمين بالمشهد الإعلامي، وتكريسا لحقوق الإنسان الموريتاني الأساسية، ولا سيما حقيه في حرية التعبير وحرية الصحافة المكرسين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويكتسي هذا القانون أهمية قصوى، حيث حرر لأول مرة في تاريخ البلد الفضاء السمعي البصري، وجعل على غير العادة حرية التعبير هي الأصل، إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة 3 على أن كل التباس أو غموض في النص يجب أن يؤول لصالح حرية التعبير. ومع مطلع العام 2011 كانت موريتانيا سباقة في محيطها الإقليمي والعربي والإفريقي في تنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية وتقنين وتشريع الدعم العمومي للصحافة الخاصة. فقانون الدعم العمومي للصحافة الخاصة شكل مساهمة فعالة في تطوير أداء الصحافة ومساعدتها على الخروج من دائرة الارتهان والزبونية ومنحها المزيد من الاستغلالية والحياد لترسيخ القيم الديمقراطية ودعم وتوطيد الانفتاح السياسي والإعلامي والمساهمة الاقتصادية والاجتماعية للبلد. شكرا للزميل أحمد ولندهمر الذي أعد هذا العنصر. أعود وأرحب بكم ضيفي الكريم السيد أحمد سالم والمختار السالم نقيب الصحفيين الموريتانيين. بداية أهنئكم وأهني كافة الزملاء بمناسبة هذا العيد. سيد نقيب، محورين أساسيين سنعالجهما في هذه الحلقة. المحور الأول هي نتائج التقدم المضطرد الذي شهدته حرية الصحافة في موريتانيا. شكرا جزيلا على التهنئة، أنا بدوري ننتهز هذه الفرصة لتحت أن التلفزة الوطنية قناة الموريتانية لأتوجه لكافة الزملاء الصحفيين بالمزيد من النماء، مزيد من النمو والحرية بلدنا اللي عيشهم منذ سنوات بكامل فرحتهم بكامل الممارسة الكاملة. أقول أعلم بالحقيقة إلى عادة موريتاني
حافظ على مرتبته الأولى عربية، تالي هذا نتيجة لما تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة 2009 كما ورد في التقرير، وخصوصا على منين نلاحظوا هاي المسيرة نجد على أن موريتانيا قطعت أشواط بعيدة جدا في مجال القوانين التشريعية، في مجال مؤازرة الصحفيين، وفي مجال حمايتهم الحريات مفتوحة بشكل عام، وبالتالي على مصراعيه، بل نحن قاع اللي صحفيين نقولوا على أنه تجاوزنا كثير مجال اللي قالوا الحريات، وهذا قد يعود طبيعي لأن شعوب اللي جاية من الدكتاتوريات دائما ذيك فترة تقلبها فوضى كبيرة، يقالك الفوضى ما يا الله تستمر، وبالتالي معقول على أنه ذي الفترة نتمتع حتى بالحرية لأنها كانت مسلوبة لنا. والمسألة الثانية هي القوانين التشريعية اللي طرحت موريتانيا، يعني خرصوا في المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية قل من الدول إلا دولتين أو ثلاثة هم اللي فاتوا لحقوا المرحلة على أنهم يلقوا قوانين الرادعة اللي تحبس الصحفيين خصوصا في مجال القضايا المتعلقة بالنشر، وهذا تكاد تنفرد به موريتانيا، هذا مهم جدا. وجود صندوق أيضا دعم للصحافة الخاصة هذا مسألة مهمة جدا. تحرير الفضاء السمعي البصري اللي ما كان شاك حد على أن الدولة قد ترفد يدها عن احتكارها السمعي البصري لأنه اعتبروه في مرحلة معينة، حتى الآراء الوطنية اللي كانت ذاك الفترة كانت ضد هذا التوجه، لكن كانت هنالك إرادة سياسية، وهذا نقوله بدون تملق وبدون ما نقوله كحقيقة، لأن الإرادة السياسية هي اللي فرضت ذاك الواقع، وهو اللي صفحة اليوم عندنا تلفزيونات حرة، صفحة عندنا إذاعات حرة تضمن ولوج الرأي الآخر، تضمن كثير من التوازن، وبالتالي لم تعد الدولة واضعة حكرها على ذيك الوسائل الإعلامية. إذن لننخرصوا أيضا مجال الحماية الصحفية نلحقوا على السنوات الأخيرة قليل حبس الصحفيين، وبالتالي قليل الاعتداء عليهم خصوصا من المسؤولين والسلطة التنفيذية، وبالتالي هذه الإجراءات هي اللي وسعت موريتانيا تتقدم في السلم وتلحق ذي شوط بعيد. كنا في السنة الماضية 48 طارق تراجعنا إلى 55، لكن في الرتبة العربية البون شاسع بيننا مع الدول العربية، لأن أقرب دولة عربية لموريتانيا في هذا التصنيف هي تونس اللي كانت عام الأول 97 وتراجعت بنقطة اليوم 96، وبالتالي أعتقد على أن هذا الجو هو اللي سمح لموريتانيا لأنها تتقدم في مجال حريات الصحافة تقطع فيها شوط بعيد، وبالتالي أنا أعتقد على أن من مصلحة البلد ومن مصلحة الصحفيين على أنهم يصينوا هذه الحرية ويعرفوا عنهم ذي الجو اللي يمتاح لهم الآن على أنه ما هو وليد الصدفة، وعلى أنه ما كانوا يا الله يجبروه يكون لينعادوا أهلا له، وعلى أن هذه الأهلية اللي نعطات لهم على أنهم يا الله يعودوا يتقلدوها ويتحملوا المسؤولية فيها، لأن هذه المسؤولية كبيرة، يعني المسؤولية هون استغلال هذه الحرية لا تقع على الدولة المرتاعين إنما تقع على الممارس للحرية الصحفية وهو الصحفي الأول. هذا السيد نقيب سيقودنا فعلا إلى المحور الثاني من نقاشنا، هو كيف يتسنى التوفيق ما بين الحرية والحريات والالتزام. طبعا نختار سابق نجول للمحور الثاني نقول على التقرير اللي عدلت مراسلون بلا حدود هذه السنة لا حد شيئا ما ظلم موريتانيا، لأنهم بناوا على معطيات فيها معلومة ما هي دقيقة، بالتالي قولانهم على أن قانون اللي معدل لمحاربة الجريمة السبرانية لأنه يلقي القوانين السابقة المتعلقة خصوصا في إلقاء الحبس، لأن هذه معلومة غير دقيقة، وبالتالي ربما يكون هذا هو اللي وسع موريتانيا تسجل 7 نقاط في التصنيف الدولي، بالتالي هذه ما هو حقيقي. هناك أشياء أخرى تعاني منها الصحافة الموريتانية وما قاع ما طرقوا له، خصوصا قضية قانون الإشهار واللي نطالبوا بالإفراج عنه في أسرع وقت ممكن، لأنه تعاني من الصحافة الموريتانية وهو ضروري للحرية، لأن الحرية بدون مصادر تمويل تكاد تكون بلا طعم. المسألة الثانية هو التوفيق بين ممارسة الحرية وضوابط الأخلاقية الالتزام. أنا أعتقد على أنه نحن هنا فيها في امتحان، وامتحان هو على استغلالنا لهذه الحرية، أعتقد على أن المسؤولية التي تتعلق بالصحفيين، وبالتالي هنالك ضوابط وأخلاقيات تنظم المهنة، هنالك أيضا التقيد بالمهنية، أعتقد على أن الصحفي يتقيد بالمهنية ويعرف الضوابط الأخلاقيات التي تتحكم باسمه، لأنه أعتقد على أنه سيكون ملتزم، وأعتقد على أن الالتزام
في الظروف الحالية اللي نعيش فيها الحرية بأفسع أبوابها، أعتقد على أنه ضروري وملح، وبالتالي نأكد على الصحفيين على أنهم يلتزمون بالمهنية ويتقيدون بالضوابط الأخلاقية، وبالتالي ما نسميه هو المسؤولية الذاتية، فهم مسؤولون أمام الشعب وأمام مستهلك المعلومة، المعلومة الصحيحة، المعلومة المدققة، المعلومة التي تفيد ولا تفسد. سيد نقيب، هل من كلمة أخيرة؟ كلمة الأخيرة هو على أني نتمنى لجميع الصحفيين النمو والازدهار، نتمنى للدولة الموريتانية لأنها تنفتح أكثر على الصحفيين، وأنها تقوم بإجراءات تحفيزية صالح الصحفيين، خصوصا الإفراج عن هذا القانون اللي قلنا ودار النشر. ثانيا أيضا أعلنها هذه الأيام التشاورية اللي وعدت واللي نفقت عليها الدولة ياسر، واللي صحافة توافقت فيها وقدمت فيها مقترحات لأنها تستلمها الحكومة الموريتانية وتخرص ذاك اللي قابل منها للتطبيق ويفيد الحق أنها تعجل به. إذا شكرا لكم السيد أحمد سالم المختار السالم، نقيب الصحفيين الموريتانيين، كنتم ضيفي في هذه الحلقة من برنامج تحت الضوء. شكرا لكم على تلبية الدعوة والمشاركة معنا. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. إلى أن يضمن وإياكم لقاء آخر، هذه تحياتي وتحيات فريق الإعداد والفريق العامل. إلى اللقاء.